طبعا مو ضد كل حدا عنده مهنة معينة يوصلها أونلاين، أصلا لازم نواكب التكنولوجيا، ولكن لازم تكون جدير بأنك تطلع قدام العالم وتأثر مؤثر أو تعطي معلومات، خاصة إذا كانت طبية. عم نشوف بالآونة الأخيرة كتير معلومات طبية مغلوطة عم تنبث عبر السوشيال ميديا. وأيضا بالفترة الأخيرة كل ما دخلنا على صيدلية وطلبنا دواء معين بيكون الجواب ما عنا هذا النوع، بس تعال ما بطلعك زعلان، خذ هذا دواء بديل من شركة تانية. طبعا هون المريض بخاف إنه ما يكون نتيجة الدواء البديل مثل الدواء الأصلي، لأنه مواده الأساسية اللي تكون منها ما بتكون فعالة وبتعطي هيك عمر تشغيل للدواء في الجسم مثل الدواء الأصلي. تماماً، ويمكن مرق عليك ومرق علينا وكثير من الأشخاص هذا الموضوع، أنه نروح على صيدلية ما نلاقي الدواء فناخذ الشيء البديل. لهذا السبب اليوم رح نحكي عن هذا الدواء البديل بإيجابياته وأيضاً بسلبياته، شو هي التوصيات يلي لازم المريض يتبعها، مع ضيفتنا بالاستوديو لما إبراهيم. يسعد صباحك دكتوري، وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. فعلاً بنسمع كثير عبارة دواء بديل. هلا الطب البديل تبع طب الاعشاب، نحن ما عم نحكي عن هذا الموضوع اليوم، عم نحكي عن الدواء يلي بيعطينا اياه الصيدلاني لما نفوت لعنده ونقول له بدنا هذا الدواء اللي كاتبه الدكتور على الروشيتا، بيقولنا لا ما في منه، في غير اسم بس نفس التركيب. تمام. شو يعني دواء بديل؟ هلا الدواء البديل هو الدواء اللي بيحوي نفس الماده الفعاله تماما وبنفس العيار. نحن مدقق كمان على هي القصه، قصه انه نفس عياره تمام الماده الفعاله، بس بيحمل اسم تجاري مغاير، او فينا نقول المصطلح المسمى عن علينا نحن الصياد، لانه هو نفس الدواء بس غير شركه، يعني غير اسم تجاري، غير لون علبه هيك بيقول لك. تماما، بس انه هو اذا ما يحكي هو نفس الماده الفعاله تماما بنفس العيار. تمام. هلا مصطلح الدواء البديل هو ظهر بسنوات الازمه للاسف بسبب انقطاع اصناف معينه من الادويه، في شركات وقفت عن العمل بسبب ظروف الحرب، بس المادة الفعالة هي واحدة عن جميع الشركات، وغالباً عم تكون مستوردة من مصدر واحد. تمام، يعني نحن عم نركب دواء مثلاً بغض النظر عن اسمه التجاري، ما رح أذكر أسماء تجارية، مادته الفعالة هي الديكلوفيناك فرضاً. فبغض النظر شو نباع بالصيدليات تحت اسم، منطلع أنه تركيب الدواء 0.5 كذا كذا. تمام. أوكي، هذا هو يعني المادة الفعالة هي واحدة، عم أقول لك أنه هي مثل ما حكينا انه ممكن تكون مستورده من نفس المصدر. اوكي، اخذتها الشركات، كل شركه حطت لها اسم تجاري خاص فيها، سجلتها بوزاره الصحه، طرحتها بالاسواق. تمام. طيب في كثير اشخاص اليوم بيروحوا لعند الدكاتره بيوصفوا لهم دواء معين مثل ما ذكرنا بيكون في بديل عنه لانه ما له موجود، في اشخاص بتنقص بتقول هل ممكن يعطيني نفس الفعاليه، نفس القصص يلي ممكن تصير، او نفس الفائده يلي ممكن اخذها من هذا الدواء باخذها بهذا الدواء البديل، وبصير في تخوف كثير. قد ايه اليوم مهمه الصيدلاني لحتى يوعي هدول المرضى ويفهمهم انه هذا الدواء وين لازم نطلع نحن، شو المعايير اللي لازم يمكن تلفت نظرنا كرمال ناخذ نفس يمكن النتيجه بكل انواع الادويه؟ هلا هون دورنا اكيد كثير مهم لحتى نقدر نقنع المريض بمفهوم الدواء البديل. تمام. هلا اكثر المرضى اللي نحن عم نعاني معهم هن كبار السن، يعني مرضى كبار السن انه مفهومهم انه انا عندي هذا الدواء خلص، هيك كرتونته، هيك شكلها، تعود عليه، هيك لونه، خلص انا تعودت عليها. اي دواء ثاني هو اقنع حاله انه هو مستحيل يستفاد عليه. تمام. يعني احيانا بيكون عندنا نفس الشركه طرحت نفس الدواء ولكن بامبلاج نفس التركيبه بامبلاج مختلف، نفس الشركه. احنا هون ما فتنا لسه بالدواء البديل، يعني قصه نفسيه صارت. تماما، صارت القصه نفسيه انه لا انت اعطيتيني بديل، لا يعني هي، فانا بكون مثلا عندي امبلاج قديم للشركه والامبلاج الجديد بورجيه حتى احاول اقنعه يعني بهذا الشيء. هلا هون احنا كثير مهم انه نشرح معنى الدواء البديل، لانه عم تصير عندنا كثير اخطاء بمفهومه. قارن بالتركيبات. يعني هلا فرضا للتوضيح، مثلا الادويه المعالجه لارتفاع الضغط في عندنا للعلاج اكثر من زمره دوائيه، كل زمره دوائيه الى اليه تاثير معينه بتناسب فئه معينه من المرضى. تمام. فاحيانا بتجينا عالم فهمانه موضوع الدواء البديل متقبلته لدرجه عالية جداً، واشخاص ما بيحسوا انه مثلا بيفوت لعندي مريض بيقول لي انه
انه انا نسيان اسم دواء الضغط، بس مو مشكله دكتوره انه اعطيني اي خافض ضغط عندك، مو كلهم نفس الشيء؟ لا مو كلهم نفس الشيء. نحن هون نسفنا مفهومه تماما للدواء البديل، يعني ما له علاقه، الدواء البديل نحن عم نحكي احنا بندقق كثير على شغلتين كثير مهمين، انه هو نفس التركيب الكيميائي، نفس الماده الفعاله، نفس العيار، احنا بندقق مو بس ناخذ نفس الماده ونغير عيار الدواء. صح، لا لانه في عيارات مختلفة تماما، فنحن بندقق على هدول الشغلتين. تمام، فعالم مرضى بتفهم الدواء البديل انه حتى لو غيرنا الزمرة انه صح يعني دواء الضغط ممكن يشتغل انه طرح الشوارد الزائدة مع البول، ممكن يشتغل انه تماماً. ايقاف العمل المستقبلات، ممكن يشتغل بتشغيل زمر دوائية مختلفة. فالدكاترة والصيادلة هن الاجدر على انه يوصفوا دواء بديل إذا كان الموضوع يتطلب ذلك. طيب هون في خطورة، نحن كغير متخصصين بناخذ أدوية اعتباطية، غالباً منشارك كذا دواء مع بعض من دون ما نرجع للصيدلاني، منقول إيه هذا اسمه غير هاد، فما معقول يكون مفعوله مثل هاد، منلاقي إنه المادة الفعالة بالتنين نفسها، فصار شيء اسمه أوفردوز. شو عواقب ذلك؟ كيف بدي أخذ دواء بديل ما يتضارب مع دواء موجود عندي؟ هل أكيد أنا بدي أرجع للطبيب أو للصيدلاني بهذا الموضوع؟ يعني نحن لازم يكون عندنا فكرة إنه نحن ما نقدر، ما فينا نخبص بأي دواء، يعني ما فينا نأخذ، يعني في عندنا كتير حالات، فرضاً إذا طلعنا شوي عن الموضوع صارت عندنا أكيد. مثلاً حالات جلطة بحالات القريب، ليه أخذ أكثر من نوع أدوية، صار في تداخلات دوائية. يعني نحن اتهمنا إبرة الديكلون أول شيء، إبرة الديكلون هي خلط الديكلون مع الديكسون كمان. تماما، فنحن هذا الخلط بين الأدوية هي اللي عم تعمل لنا هي المشاكل. بنرجع لموضوعنا انه نحن الدواء البديل بدنا ندقق فيه على شغلتين، نرجع بنعيده المادة الفعالة. اوكي، بس انا الأدوية الموجودة عندك شلون بدي اعرف؟ مثلا احيانا بيكون في مادة زيادة بالدواء البديل، يعني موجود هالمادة الفعالة الاولى والمادة الفعالة الثانية ولكن صواغ مختلف، ايه صواغ مختلف، او موجود شغلة ثالثة بنسبة مخفضة ما لها موجودة بالدواء الأصلي. هلأ هون بدنا نسأل الطبيب نشوف حالتنا، لأنه نحن مثل ما حكينا دواء ممكن مثلا يناسبني أنا بس ما يناسب حضرتك، ما يناسب حضرتك. تمام، فلكل حدا فينا في زمرة معينة ممكن تأثر فيه ومناسبة لإله. هلأ هون نحن بنتبع أكثر من طريقة لإقناع المريض بهي الفكرة، يعني مثلا أنا بجيب دواء بديل، دواء من شركة، بجيب دواء تاني له نفس التركيب من شركة تاني بيختلفوا بالاسم التجاري، بخلي بورجيهم للمريض، يعني بخليه هو بنفسه يقرأ التركيب العلمي، يعني بخليه هو يقرأ انه مثلا اقرأ لي هون التركيب شو العيار قدي، اقرأ لي هون. فهون يعني حسيت انه هيك صار يطمن اكتر، انه مو انا بس عم يتلقى معلومة مني، لا هو عم يقرأ بنفسه هذا الشيء ليتأكد بيرتاح. بهذا الموضوع اليوم قدي عن جد صار عبء زيادة على الأطباء أو الصيادلة إنه عن جد يقنعوا المريض بالدواء البديل. في كتير من الأشخاص اليوم متعودين على دواء معين عم ياخدوه، ولكن الصيدلي مثلا عم يعطي هذا الدواء البديل بنفس التركيبة بنفس المكونات اللي موجودة فيه، ولكن بيجي بيقول لك أنا ما استفدت عليه، أنا عم برجع بستفيد على الدواء اللي كنت عم باخده سابقا ولكن ما له موجود. نحن اليوم كيف بنقدر نقنعه بهذا الدواء، ويعني الحالة إنه هو ما عم يستفاد على هذا وعم يستفاد على هذا مع إنه نفس التركيبة؟ هلا هون صارت القصة نفسية. فهو أقنع حاله نفسيا إنه أنا هذا الدواء ما فادني لأني بدلت. هلا أنا هون قصة إنه الدواء البديل هي بتنفهم إنه شيء بدال شيء. هو لا، هيك احنا بنرجع بنقول نفس المصطلح، انا ما بقول انه عندي بديل، اللي عندي نفس الدواء نفسه مش بغير اسم، نفس التركيبة بس بغير اسم. تماما، لانه خلص هو اقنع حاله نفسيا. النفسيه طبعا نحن بنعرف تلعب دور كثير كبير بالعلاج فانا لما بقول انه هذا الدواء ما فادني انا اقنعت حالي قبل ما اخذه. تمام، هي كنا عم نحكي بقانون الجذب من شوي كمان نفس الشيء، بتتداخل المواضيع. طب انا هون في سؤال كمان لازم نطرحه قبل ما نختم الفقره مع حضرتك، انه مو كل الادويه البديله نفس التركيب، ذكرتي هذا الموضوع. طيب فيني اخذ دواء بديل بس بدل ما اخذ حبه باليوم من الدواء الاصلي يصير اخذ 3 حبات من الدواء البديل؟ ممكن انت مثلا اذا كان تركيزه 1 ملي جرام مدري بشو، ما 1 ملي جرام ثقيل، فيني اخذ مثلا انا تنتين نص ملي جرام؟
إذا كان الدوز يتطلب الدكتور طالبها هي؟ تماماً. هلأ إذا كان الدواء نفس المادة الفعالة فرضاً بتركيز نص ميلي جرام والمطلوب مني واحد باليوم، واحد باليوم، فأنا فيني أخذ حبتين. لأن نحن يعني أنا بدنا ندقق على موضوع العيار، إنه نحن شو وصف لي الطبيب؟ بدي هذا العيار المطلوب، مثلا ممكن يكون عيار واحد مو موجود عندي، عندي العيار نص بس نفس المادة. إيه بس بيقول إنه الدكتور قايل لي ليك حبة في اليوم، الصيدلاني قال لي ثلاث حبات باليوم، معناتها الصيدلاني عم يغشني مشان يبيعني أدوية زيادة، هيك بيقول. تمام. هي القصة بتبقى بتنسيق بين الطبيب وبين الصيدلاني لحتى يقدر الشخص إنه ياخذ الدواء اللي هلا نحن هون بنحاول يعني قد ما فينا نريح المريض. أوكي. لانه ونوفر عليه جهد نفسي وجسدي يعني طبعا. بيفوت لعندي المريض بيقول لي دكتوره فتلت الشام كلها ما لقيت دواي ويعني فانت هون يعني بحاول بقد ما فيني اقنعه انه رح ساعدك انه انا رح ساعدك انا بدي ساعدك لك عم بعطيك الحل الامثل يعني بنهايه فقرتنا لليوم ما صفي علينا الا انه نتشكرك ونتمنى يا رب الصحه والسلامه لكل الاشخاص يلي عم بيتابعونا. شكرا كثير لوجودك معنا واهلا وسهلا فيك. شكرا كثير اهلا وسهلا. اهلا وسهلا وترجع سوريا يا رب هيك مثل ما كانت معامل